فربما لا تجد شابا من شباب المسلمين ولا من شابات المسلمين إلا ولو صفحة على ما يسمى بالفيسبوك، والحمد لله رب العالمين الذي جعلني به جاهلا. لقد أنعم الله عز وجل علي بأن عافاني مما ابتلى به غير، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ولك المنة. فتجد الرجل يصادق هذه وتلك، وإذا قلنا له فاسمح لابنتك أو لامرأتك أن تكون لها صفحة ولنصادقها نحن وتأكد أن قلوبنا طاهرة، سنعاملها كأختنا. لا، هو وحده النزيه ووحده المعصوم، وأما من دونه ففي الحضيض الأوهبي. تعلموا دين الله، تعلموا دين الله، تعلموا دين الله، إني لكم ناصح، أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.